وزير الخارجية يواصل زيارته للمغرب ويؤكد السعي لدفع العلاقات بين البلدين لمستوى جديد. الأمم المتحدة تقول إن عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا أعلى بالألاف من العدد الرسمي المعلن. على واقع أزمة التضخم العالمي، تسجيل مستويات غير مسبوقة من التضخم وارتفاع الأسعار في ألمانيا. الثالثة عصرا في القاهرة الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري ما توليه مصر من اهتمام بدفع الأطر المختلفة للدبلوماسية البرلمانية بين مصر والمغرب. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي. وخلال اللقاء شدد شكري على اهتمام مصر بتعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية للبلدين بما يصب في صالح تطوير العلاقات الثنائية بينهما. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع رئيس مجلس المستشارين المغربي، وذلك على هامش زيارته الحالية للمغرب. تناولت جلسة المباحثات دور البرلمانات العربية في تعزيز أطر التعاون المشترك، فضلا عن التباحث بشأن تطوير آليات العمل البرلمانية بين مصر والمغرب وتكثيف الزيارات الثنائية بين المؤسسات التشريعية في البلدين. أكد البيان المشترك الصادر عن المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة أهمية البعد الاقتصادي والاستثماري في علاقات البلدين، وأعرب الوزيران عقب مباحثاتهما بالرباط عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين وزيادة معدل التبادل التجاري. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر لدور منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإساسكو، وخلال لقائه مع المدير العام لمنظمة الإساسكو سالم المالك على هامش زيارته للمغرب، أكد شكري ما توليه مصر من أهمية للتعاون مع المنظمة في تعزيز مختلف مجالات عملها، وتقدير مصر لجهود المدير العام في تعزيز المهام المنوطة بالمنظمة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 337 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 85 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 5 أطنان من السلع الغذائية، بالإضافة إلى ضبط 49 طن سلع غذائية وغير غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 31.5 طن سلع غذائية. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 417 قضية من بينها 105 قضايا خبز ناقص الوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أن أكثر من 1000 جندي أوكراني منهم مئات الجرحى لا يزالون داخل مصنع أوزفستال في مدينة ماريوبول الجنوبية الواقعة تحت السيطرة الروسية. هذا وأعلن أحد مساعدي عمدة ماريوبول تعرض المدينة لقصف مستمر من قبل القوات الروسية، مشيرا إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 مدني ما زالوا محاصرين داخل مجمع أوزفستال للصلب، بالإضافة إلى عناصر من القوات الأوكرانية. قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر، قالت إن عدد القتلى المدنيين في البلاد منذ بدء الحرب أعلى بالألاف من العدد الرسمي البالغ 3381 قتيلا. قالت ماتيلدا بوغنر في إفادة صحفية في جنيف ردا على سؤال بشأن العدد الإجمالي للقتلى والجرحى إنه يجري العمل على إعداد تقديرات بالأعداد، مشيرة إلى أن الثقب الأسود الكبير هو ماريوبول، حيث من الصعب الحصول على معلومات موثقة بشكل كامل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة 16 منطقة لتمركز القوات والمعدات الأوكرانية بغارات جوية خلال الليل. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف 407 مناطق أخرى و33 مركز قيادة وخمسة مستودعات بضربات صاروخية ومدفعية. وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغار كوناشينكوف إلى مقتل ما يصل إلى 380 من القوات الأوكرانية وتعطيل 53 قطعة من المعدات العسكرية، فيما تم إسقاط طائرة من طراز سو 25 تابعة للقوات الأوكرانية خلال معركة جوية في مقاطعة خاركييف. كما تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في دونيسك وأوديسا. في أوكرانيا بطارية
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يسمح بتسريع وصول المعدات العسكرية إلى أوكرانيا. في هذا الإطار قال بايدن أيضا إن القانون يستهدف مساعدة الأوكرانيين في القتال الدائر في بلادهم، مؤكدا أن واشنطن قد أنفقت مليارات الدولارات دعما لكييف. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن هذا القانون يتيح للإدارة الأمريكية حتى عام 2023 إمكانية إقراض أو تأجير المعدات العسكرية لأوكرانيا ولسائر دول شرق أوروبا. أوقع مشروع قانون يوفر أداة مهمة أخرى في جهودنا لدعم الحكومة والشعب الأوكرانيين في معركتهم للدفاع عن بلادهم وديمقراطيتهم. أريد أن أشكر أعضاء الكونغرس لتمرير هذا القانون وكل من أيد مشروع القانون. هذا المشروع يوضح أن دعم أوكرانيا أمر محوري في هذه اللحظة. كل يوم يدفع الأوكرانيون أرواحهم ويقاتلون لفترة طويلة ضد الفظائع التي ينخرط فيها الروس، وتكلفة القتال ليست رخيصة، ولكن الرضوخ للعدوان أكثر تكلفة. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية جديدة حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الخميس المقبل وسط استمرار تدهور الوضع الإنساني. ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة تقديم إحاطات من كل من مكتب الشؤون الإنسانية التابعي للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وتتزامن هذه الجلسة مع اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بطلب من كييف لبحث تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. أعلنت اليابان تجميد أصول المزيد من الأفراد وحظر تصدير السلع المتطورة إلى كيانات روسية. تأتي العقوبات الجديدة في إطار الإجراءات التي اتخذتها طوكيو في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستدفع باتجاه علاقات أوروبية صينية متوازنة. وذلك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيان بأن الاتصال تناول بحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأزمة الغذاء. وذكر البيان أن الرئيسين توافقا على أهمية وحدة أراضي أوكرانيا. وخلال الاتصال حث ماكرون الرئيس الصيني على سياسة أكثر انفتاحا إزاء سوق الغذاء. ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن معدل التضخم وصل في شهر مارس الماضي إلى نسبة 7.3%، كما سجلت أسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 7.5% في شهر إبريل الماضي مقارنة بمستوياتها في الشهر نفسه من العام الماضي. تعهد البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على نسبة التضخم في حدود 2% خلال جائحة كورونا، والتي أدت إلى حدوث اضطرابات في سلاسل للتوريد وارتفاع أسعار النقل والتأمين.
أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين والبولنديين وممثلي الأعمال وشركات الخدمات اللوجستية والشركات التي تدير البنية التحتية للوقود توصلوا إلى حلول عملية للتغلب على الأزمة في سوق الوقود بأوكرانيا. وأضافت الوزارة أن بولندا يمكن أن تكون دولة عبور رئيسية لأوكرانيا، حيث توفر أكثر من 200,000 طن من الإمدادات شهرياً. كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن أزمات الغذاء أن نحو 193 مليون شخص قد عانوا انعدام الأمن الغذائي والجوع الحاد العام الماضي. وصف التقرير توقعات عام 2022 بالأكثر كآبة حتى قبل أن تبدأ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها. مع تزايد النزاعات والأزمات المناخية والاقتصادية حول العالم، بات ما يقرب من 193 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي. ووفقا لتقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بمقدار 40 مليونا في عام واحد. وقالت الأمم المتحدة إن الجوع الحاد ارتفع في السنوات الست الماضية مع حدوث أزمات غذائية كبيرة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، لا سيما في دول مثل أفغانستان والكونغو وإثيوبيا ونيجيريا واليمن التي عانت جميعها من صراعات طويلة الأمد. كما توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن تتضرر الصومال بشدة في عام 2022 بسبب الجفاف المستمر وأعمال العنف. بالإضافة إلى ذلك، عرضت العملية الروسية في أوكرانيا البلدان الأفريقية للخطر لكونها تعتمد على كلا البلدين للحصول على إمدادات القمح، حيث ينتجان وحدهما نحو 30% من القمح عالمياً. أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي أعمال العنف المتصاعدة في سريلانكا والتي تشهد أزمة اقتصادية حادة. ودعت ميشيل باشلي السلطات في سريلانكا إلى إجراء تحقيق مستقل ودقيق وشفاف في جميع الهجمات التي وقعت في البلاد. على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية منذ نحو 74 عاما، تتواصل التظاهرات في سريلانكا احتجاجا على رفع أسعار الوقود والأدوية بتزامن مع أزمة غذاء طاحنة. وفي محاولة للحد من اتساع رقعة المظاهرات، أصدر رئيس غوتابايا راجاباسكا مرسوما بإعلان حالة الطوارئ، وأغلقت المتاجر والبنوك والمدارس في جميع أنحاء البلاد. الحكومة في سريلانكا قالت إن حالة الطوارئ أعلنت لتحقيق استقرار سياسي حتى يتسنى تنفيذ إصلاحات للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية. كما أكدت الحكومة أن حالة الطوارئ ستساعد في تهيئة الظروف اللازمة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووكالات ودول أخرى لتقديم المساعدة المالية وإعادة هيكلة الديون. كانت سريلانكا قد أعلنت عن تعليق سداد قروضها الخارجية وسط انخفاض في احتياطياتها من العملات الأجنبية الصالحة للاستخدام إلى أقل من 50 مليون دولار، ويفترض أن تسدد سريلانكا 7 مليارات دولار فوائد القروض الأجنبية المستحقة هذا العام من أصل 25 مليار دولار يتوجب سدادها بحلول عام 2026. وقد اندلعت الأزمة الاقتصادية وهي الأسوأ منذ استقلال البلاد في عام 1948 بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين، إضافة لزيادة معدلات التضخم وسط تداعيات قاسية للأزمة الروسية الأوكرانية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تم اختيار رئيس وزراء جديد خلفا لرئيس الحكومة الحالي جون كاستيكس دون الإفصاح عن اسمه. وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ماكرون مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين. أكد ماكرون على أهمية اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي الألماني المقرر انعقاده في النصف الأول من شهر يوليو المقبل لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. soient des éléments de coopération, de peut-être de solidarité à définir.
أدى يون ساك يول اليمين الدستورية رئيسا لكوريا الجنوبية لولاية تمتد لخمس سنوات، وفي خطاب القسم دعا الرئيس الكوري الجنوبي الجديد الجارة كوريا الشمالية إلى نزع سلاحها النووي بالكامل، محذرا من أن الترسانة الذرية التي تمتلكها بيونغ يانغ تشكل تهديدا للأمن العالمي. حقق فيرديناند ماركوس فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في الفلبين. أظهرت عملية فرز الأصوات في أكثر من 90% من الدوائر الانتخابية حصول ماركوس لابن على نحو 30 مليون صوت، أي قرابة ضعف ما حصلت عليه منافسته الرئيسية نائبة الرئيس الحالي ليني روبريدو. وقد شغل ماركوس لابن منصب حاكم إقليم وعضو في الكونغرس وعضو في مجلس الشيوخ من عام 2010 حتى عام 2016. أكد الأمير تشارلز أن أولوية الحكومة في تنمية ودعم الاقتصاد والمساعدة في تخفيف تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها تشارلز نيابة عن الملكة إليزابيث أمام مجلس العموم البريطاني، وأضاف أن الحكومة ستقود النمو الاقتصادي لتحسين معايير المعيشة والاستثمار المستدام للصندوق في الخدمة العامة، مشيرا إلى أنه سيتم دعم هذا من خلال نهج مسؤول في الشؤون المالية وخفض الديون والضرائب. أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلس أن الحكومة قد أقالت مديرة جهاز الاستخبارات على خلفية فضيحة التنصت على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ومسؤولين آخرين. كشفت الحكومة بعد تحليل هواتف جميع الوزراء أنه تم التجسس أيضا على هاتف وزير الداخلية العام الماضي، كما حدث لهواتف سانشيز وروبلس. حذرت الأمم المتحدة في تقرير من أن هناك احتمالا بنسبة 50% بأن يصل المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية مؤقتا إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي في سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة. وبحسب التقرير الجديد فإن هذا الخطر يتزايد بشكل مضطرد منذ عام 2015 عندما كان هذا الاحتمال منعدما تقريبا. وأوضحت المنظمات أن هناك احتمالا بنسبة 93% بأن يصبح عام واحد على الأقل في الفترة من عام 2022 إلى عام 2026 أكثر الأعوام المسجلة حرارة. أعلنت السلطات الكوبية ارتفاع حصيلة الانفجار الذي نجم عن تسرب للغاز في فندق ساراتوغا إلى 40 قتيلا. أشارت وزارة الصحة الفلبينية إلى أن من بين الضحايا 4 قاصرين وسائحة إسبانية، بالإضافة إلى 54 مصابا لا يزالون في المستشفى. أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 3475 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، منها إصابة ظهرت 357 عليها أعراض، بالإضافة إلى 3118 بدون أعراض. كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة في مدينة شنغهاي التي تشهد أكبر تفشي للفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 5191 وفاة. العاصمة الصينية بكين أصبحت مدينة شبه خالية من سكانها إثر قرار السلطات فرض العمل من المنازل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
أكثر من 20 مليون نسمة هم عدد سكان العاصمة، ينطبق على معظمهم قرار العمل من المنازل في أصعب قرار اضطرت السلطات لإعلانه لمواجهة أسوأ موجة وبائية تضرب البلاد منذ بدء تفشي الفيروس في أواخر عام 2019. وبعد شنغهاي المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان والتي تشهد إغلاقاً منذ الشهر الماضي، تخضع العاصمة بكين منذ أسبوع لقيود على التنقل والحركة والعمل، كما أغلقت أماكن عامة شملت المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية. السلطات الصينية أعلنت أيضاً الحد من الوصول إلى الخدمات غير الأساسية في حي تشاويانغ الأكثر نشاطاً واكتظاظاً بالعاصمة، وحددت للشركات وقطاعات الأعمال الحد من موظفيها بمقرات العمل إلى نسبة 5% فقط. موجة وبائية تسببت في وفاة أكثر من 500 شخص في شنغهاي وحدها، ضمن إجمالي عدد وفيات يتجاوز 5000 شخص. ويحذر خبراء من أن استراتيجية صفر كورونا التي تنتهجها الصين، والتي تشمل فرض تدابير إغلاق وإجراء عدد كبير من الفحوص بشكل متكرر للسكان، تكلف اقتصاد البلاد ثمناً باهظاً. أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا توسيع قاعدة المشاركة وطرح مبادرة تستهدف كل القوى السياسية والاجتماعية الراغبة في تأسيس حياة مدنية. أكد باشاغا خلال مؤتمر صحفي أنه كان يطمح في تسليم سلس للسلطة من قبل الحكومة المنتهية ولايتها. توسيع رقعة التواصل والحوار والمشاركة مع الجميع وبرغبة حقيقية وصادقة في أن ينعكس ذلك على المزيد من توحيد الجهود ورص الصفوف والاستعداد لمرحلة الاستقرار والسلام والبناء والإعمار. هذه المبادرة التي ترعاها الحكومة الليبية تهدف للتوافق حول بعض القيم والمبادئ الوطنية ومشروع عمل الحكومة الليبية المفضي للانتخابات بإذن الله، وتستهدف هذه المبادرة كل القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية الراغبة في التأسيس لحياة مدنية ديمقراطية راسخة. تشارك جامعة الدول العربية في متابعة ومراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية، ومن المقرر أن تجري البعثة سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية بإعداد وتنظيم الانتخابات، كما تم وضع برنامج للتوزيع الجغرافي لأعضاء البعثة في مختلف محافظات لبنان لمراقبة مجريات عمليات الاقتراع والعد والفرز ورصد الأجواء الانتخابية في عدد من المراكز الانتخابية. أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس السيسي للمؤتمر الوطني للشباب خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. أوضحت الأكاديمية أنها ستقوم باعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي. كما سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع. استقبلت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد سفيرة البرتغال بالقاهرة لبحث سبل التعاون في مجال الحفاظ على البيئة البحرية والمحيطات، حيث تلقت دعوة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2022 والذي سينعقد في البرتغال في الفترة من 27 من يونيو إلى 1 يوليو المقبل. وأكدت وزيرة البيئة على أهمية مؤتمر المحيطات والعلاقة المباشرة بين صون البيئة البحرية واستدامتها
وأثار تغير المناخ، مؤكدة أن مصر بوصفها رئيس مؤتمر المناخ القادم COP27 حريصة على مناقشة هذا الموضوع، موضحة أن المؤتمر باعتباره المسار الطبيعي لمفاوضات اتفاق باريس للمناخ سيتضمن عددا من الأيام المتخصصة في عدد من الموضوعات ذات الأولوية. وفي سياق متصل، عقدت وزيرة البيئة لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع الدكتور مانويل أوتيرو المدير العام للمعهد الأمريكي للتعاون الزراعي لبحث سبل التعاون المشترك في إطار الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم. شهد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي توقيع برنامج تعاون بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية، وقعه كل من وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير رجب عبد العظيم وسفير هولندا بالقاهرة هان ماروتس. وقد أكد وزير الموارد المائية أن التعاون المصري الهولندي في مجال المياه يعد نموذجا للتعاون القائم على أساس من المساواة وتبادل المنفعة والاحترام المتبادل، مضيفا أن توقيع هذا البرنامج يأتي تعزيزا للعلاقات الودية القائمة بين البلدين. التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع وزير الثروة الحيوانية الإيفوارية سيدي توري، وذلك على هامش مشاركة وزير الزراعة في مؤتمر مكافحة التصحر المقام حاليا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان. وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك توجيهات بشأن تعزيز أطر التعاون بين مصر والدول الإفريقية، مؤكدا على استعداد الجانب المصري لتقديم كل أوجه الدعم للجانب الإيفواري خاصة في مجال الاستزراع السمكي والإنتاج الحيوانية. من جانبه أشاد وزير الثروة الحيوانية الإيفواري بأهمية الاستفادة من الخبرة المصرية وخاصة في مجال التدريب، وخاصة أن كوت ديفوار لديها عجز في الفجوة الغذائية سواء في الإنتاج الحيواني أو السمكي أو الإنتاج الداجني. توجه مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في فعاليات ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان والذي يقام غدا ولأول مرة في مدينة الرياض تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي. من المقرر أن يلقي علام الكلمة الرئيسية للملتقى والذي يهدف إلى تعزيز المشتركات الإنسانية واحتواء التعددية الدينية والعرقية والثقافية في إطار قيم التعايش والتآخي اتساقا مع مسؤوليات القيادات الدينية التاريخية. شهدت منظمة الشهر العقاري والتوثيق عملية تطوير نوعية وطفرة غير مسبوقة من خلال محاور متعددة سواء على صعيد التوسع الجغرافي أو ميكنة ورقمنة الخدمات. وفي هذا الإطار أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن عدة انفوجرافات تسلط الضوء على الضمانات والمميزات المتعددة في قانون الشهر العقاري الجديد والطفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين في الجمهورية الجديدة. إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شهد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي فعاليات المشروع القومي لتدريب وتأهيل مجالس إدارات مراكز الشباب المدرج تطويرها ضمن المبادرة. ويتضمن التدريب توضيح دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية وكيفية وضع استراتيجية لتطوير مراكز شباب مصر، انتهاء بحوار مفتوح حول أهمية المراكز لشباب مصر.
مراكز الشباب بالنسبة للوزارة وبالنسبة لينا الحقيقة مهمة جدا، و يعني مهمتنا ان احنا من خلال مراكز الشباب نخدم بلادنا ونخدم الكرة اللي موجودة فيها مراكز الشباب، ونقدم الخدمات بشكل متكامل لأهالينا في كل شبر على أرض مصر. بدورنا بنقوم بتأهيل وتدريب الأعضاء مجالس الإدارات والعاملين بمراكز الشباب علشان يكون الأداء الإداري بتاعهم على هذا المستوى اللي الدولة يعني بتتمناه وبتسعى ليه. التأهيل ده من كل الجوانب، سواء مثلا تكنولوجي أو مالي أو إداري أو اللي هو علم باللوائح والقوانين. النهاردة بنعمل فكر دورة تأهيلية لمدة 3 أيام متواصلة وفيها نجاح وسقوط والتزام طبعا، وبقيم هو بقيم الدورة في الآخر، وإحنا بنقيمه هل هينفع بعد كده يقود مجلس الإدارة الجديد أو يقود الشباب الجو مركز الشباب بتاعه. دي مهمة جدا جدا. فكرة ممتازة أن يتعمل مثل هذه البرامج التأهيلية دي، بتساعد أعضاء مجلس إدارة بالذات اللي هم جدد ما عندهمش خبرة قديمة أنهم يستفيدوا من خبرات الموجودين، من الدورات التثقيفية اللي بتتعمل من المحاضرين، بنعمل تقييم للمشاكل الموجودة في مراكز الشباب. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة بهدف وضع آليات للتعاون بينهما في الأنشطة والحملات التوعوية والتي ينفذها المجلس بمختلف المحافظات. يأتي هذا التعاون بالتوازي مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يعمل فيه المجلس القومي للمرأة على محورين أساسيين، وهما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، وذلك بقرى حياة كريمة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية. هنشتغل مع المؤسسة في كافة قرى حياة كريمة، وأيضا في مشروع تنمية الأسرة المصرية، المشروعات الرئاسية والمبادرات الرئاسية. هنشتغل في كل القرى اللي بتخدمها المشروع في 20 محافظة في مرحلة أولى 1500 قرية، وبنستمر في القرى المختلفة. هنشتغل على الشمول المالي، هنشتغل على مشروعات متناهية الصغر، على ريادة الأعمال، على الثقافة المالية، على التوعية في قضايا المختلفة للمرأة من أول عنف المرأة لغاية التنشئة المتوازنة للآباء والأمهات والجيل الجديد في ما قبل الزواج. احنا شغالين من خلال مؤسسة حياة كريمة، من خلال المشروع القومي حياة كريمة، على نطاق 53 مركز حوالين 20 محافظة، باعتبار بنتكلم تقريبا في 58% من الشعب المصري، من شعب مصر، وده طبعا نسبة كبيرة جدا من ناحية. ومن ناحية تانية ان جزء كبير جدا من 58% دول هم اصلا عن المرأة المصرية، والمرأة المصرية هي اساس المجتمع وهي اساس تكوين الأسرة. فاحنا بالتالي لما بننزل نشتغل مع المرأة كأننا اشتغلنا مع الأسرة كلها مرة واحدة. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلقت اليوم قافلة طبية بالوحدة الصحية بمرسى حميرة التابعة لإدارة شلاتين الصحية. وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج ل 49 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 12 فحصا معمليا و6 أشعة سونار، كما تم إجراء 13 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان. تتواصل بالعاصمة التونسية الأعمال التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة 17 من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والفنية. يشمل جدول أعمال اللجنة العديد من الموضوعات للتباحث بشأنها بين البلدين في مجالات التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري، مثل التعاون في مجالات التجارة والبترول وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
اجتمعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كواروني، وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية آلية برنامج مبادلة الديون التي يتم تنفيذها مع الجانب الإيطالي، والتي يسعى العديد من شركاء التنمية إلى محاكاتها، حيث تهدف إلى تخفيف عبء الدين الخارجي على الحكومة. وتم الاتفاق خلال اللقاء على إمكانية إصدار ورقة تعريفية عن برنامج مبادلة الديون مع الجانب الإيطالي للتعريف بآلية البرنامج والمشروعات المنفذة في إطاره، والتي يمكن الإعلان عنها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي. خسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.99 من 100 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 10811 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 2808 نقاط. شهدت أسعار الوقود بلبنان قفزة كبيرة للأسبوع الثاني على التوالي لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق، في حين استقرت أسعار الصرف عند أعلى مستوياتها منذ بداية الأزمة الأوكرانية. وزاد سعر صفيحة بنزين 95 بقيمة 23 ألف ليرة لتصل إلى 507 ألف ليرة للصفيحة، وهو ما يوازي 22 دولارا و4 سنتات تقريبا، وفقا لسعر منصة صيرفة التي يتم على أساسها تسعير الوقود والسلع التي تمول الدولة استيرادها. هذا وبلغ سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان 518 ألف ليرة بزيادة قدرها 23 ألف ليرة على الأسعار الصادرة الأسبوع الماضي. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت بمقدار 10 ألف ليرة لتسجل 599 ألف ليرة للصفيحة. أقرت المفوضية الأوروبية تقييما أوليا إيجابيا لطلب كرواتيا بصرف 700 مليون يورو كمنح في إطار مرفق التعافي والمرونة التابع للمفوضية. تتضمن خطة التعافي والصمود الكرواتية مجموعة واسعة من تدابير الاستثمار والإصلاح في 6 مكونات، بالإضافة إلى دعم الخطة بما يصل إلى 6.3 مليار يورو في شكل منح. تم دفع 13% منها 818 مليون يورو إلى كرواتيا في التمويل المسبق الذي خصصته المفوضية في 28 من سبتمبر من عام 2021. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يواصل زيارته للمغرب ويؤكد السعي لدفع العلاقات بين البلدين لمستوى جديد. الأمم المتحدة تقول إن عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا أعلى بالآلاف من العدد الرسمي المعلن. على وقع أزمة التضخم العالمية، تسجيل مستويات غير مسبوقة من التضخم وارتفاع الأسعار في ألمانيا. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، تحية لكم وإلى اللقاء.